هذا يعني اللي يكونوا في علم يعني المواطنين حتى في الربما اللي راهو متاخر على اداء الواجب نتاعو هو يعلم بان في المنطقه اللي راهو فيها ممكن يعني يذهب ولو راهي وصلت الساعه 7 ممكن تكون عنده الفرصه باش يؤدي الواجب نتاعو. اذا نرجع للاحصائيات لكل منطقه باش نعتمدوا نفس المنهاج. نقول لكم بان في اضرار كانت على الساعه الرابعه كانت 63,288 ناخب بالنسبه للانتخابات البلديه مما يعطينا نسبه مشاركه 37.67%. واما بالنسبه للمجالس الشعبيه الولائيه كان عدد المشاركين المصوتين 62,586 مما يعطينا نسبه المشاركه 37.26%. عندنا نروحوا الاغواط. الاغواط عندنا 102,080 ناخب على الساعه الرابعه مما يعطينا 33.70% نسبه مشاركه. وفيما يخص المجالس الولائيه عندنا 102,134 مصوت مما يعطينا نسبه مشاركه 33.72%. ام البواقي عندنا 119,110 ناخب على الساعة الرابعة مما يعطينا نسبة مشاركة 27.38%. وفيما يخص المجالس الولائية عندنا 107,252 ناخب بما يساوي 24.65%. عندنا باتنا عندنا 206,231 ناخب على الساعة الرابعة مما يساوي 29.99%. وعندنا فيما يخص الولايات يعني الانتخابات الولائية 194,855 ناخب على الساعة الرابعة مما يعطينا 28.34% كنسبة مشاركة. نروحوا لبجاية. بجاية على الساعة الرابعة كان 70,096 ناخب مما يعطينا نسبة المشاركة فيما يخص البلديات 12.50%. فيما يخص الولايات يعني الانتخابات الولائية عندنا 57,566 ناخب على الساعة الرابعة مما يعطينا نسبة المشاركة 10.27%. عندنا بسكرة على الساعة الرابعة عندنا 116,006 ناخب فيما يخص الانتخابات البلدية مما يعطينا نسبة المشاركة على الساعة الرابعة 28.25%. وفيما يخص الانتخابات الولائية على الساعة الرابعة ببسكرة كان عندنا 111,189 ناخب بما يعطينا نسبة مشاركة 27.8%. عندنا طمن راست عندنا 37,338 ناخب على الساعة الرابعة مما يعطينا نسبة المشاركة 34.29%. وعندنا 36,328 ناخب على الساعة الرابعة فيما يخص الانتخابات الولائية مما يعطينا نسبة المشاركة 33.36%. عندنا تبسة عندنا 126,251 ناخب على الساعة الرابعة مما يعطينا نسبة مشاركة 26.77%. وعندنا 121,746 ناخب فيما يخص الانتخابات الولائية مما يعطينا نسبة المشاركة 25.82%. عندنا تيارت عندنا على الساعة الرابعة 158,845 ناخب ما يساوي 28.06% كنسبة مشاركة. وعندنا 179,482 فيما يخص الانتخابات
الولائية مما يعطينا نسبة المشاركة 31.71%. هنا نسجل يعني نلاحظ بأن في تيارة أول يعني ولاية نسبة المشاركة في الانتخابات الولاية فاقت نسبة المشاركة في البلديات. هذا لاحظناه لحد الآن، فلربما كاين يعني استثناءات أخرى، لكن هذا نسجل باللي يعني المبدأ نتاع أن الانتخاب في البلديات دائما نسبة المشاركة تفوق. هذا استثناء يؤكد هذه القاعدة، يعني لأن يعني ما وجدناش، هذا هو أول مرة اللي وجدنا بأن الانتخابات الولائية فاقت نسبة المشاركة بها على الانتخابات البلدية. عندنا الجلفة. الجلفة عندنا 172,525 ناخب على الساعة الرابعة، مما يشكل نسبة المشاركة 28.14%، و 160,175 ناخب على الساعة الرابعة الانتخاب المجلس الولاي، مما يعطينا 26.13%. ناخذ جيجل. جيجل ما تكلمناش عليه يعني طيل النهار. جيجل عندنا 120,116 ناخب على الساعة الرابعة، مما يعطينا 26.76%، وعندنا 116,441 فيما يخص الانتخاب الولاية، مما يعطينا نسبة المشاركة 25.94%. عندنا سطيف. سطيف عندنا 242,610 ناخب على الساعة الرابعة، مما يعطينا 23.68% كنسبة مشاركة. عندنا 224,039 ناخب فيما يخص الانتخاب المجلس الولائي، مما يعطينا نسبة مشاركة 21.87%. السعيدة عندنا 65,965 ناخب على الساعة الرابعة، مما يعطينا 26.63% كنسبة مشاركة. وعندنا 64,727 ناخب فيما يخص انتخاب المجلس الولائي، مما يعطينا نسبة مشاركة 26.13%. يعني عند هذا الحد يعني نكتفي، فلربما نشوفوا المسيلة خاطر ما هدرناش عليها يعني حقيقة يوم كامل. المسيلة عندنا 224,829 ناخب على الساعة الرابعة، مما فيما يخص البلديات، مما يعطينا نسبة مشاركة 32.15%. وعندنا 214,529 ناخب فيما يخص انتخاب المجلس الولائي، مما يعطينا نسبة مشاركة 30.68%. نزيدوا فلربما في الصحراء يعني ناخذ إليزي مثلا. إليزي عندنا 24,485 ناخب على الساعة الرابعة، مما يعطينا نسبة مشاركة 43.40%. وعندنا 23,596 ناخب على الساعة الرابعة بالنسبة للانتخاب المجلس الولاية، مما يعطينا نسبة 41.82%. نشوفوا بومرداس ما هدرش عليها أيضا. بومرداس عندنا 95,822 ناخب على الساعة الرابعة، مما يعطينا نسبة مشاركة 18.19%. وفيما يخص الانتخاب المجلس الولاي عندنا 89,061 ناخب، بما يعطينا نسبة مشاركة 16.91%. نروحوا لولاية الطرف. الطرف عندنا 105,746 ناخب على الساعة الرابعة، مما يعطينا نسبة مشاركة 32.02%. وفيما يخص المجلس الولاي عندنا 104,616 ناخب، مما يعطينا نسبة مشاركة 31.68%. عندنا تندوف. تندوف عندنا 39,235 ناخب على الرابعة، مما يعطينا نسبة مشاركة 39.27%. وعندنا 38,527 ناخب فيما يخص المجلس الولائي، مما يعطينا نسبة مشاركة 38.57%. عندنا خنشلة.
عند 98,949 ناخب فيما يخص المجلس الجلسة البلدية، مما يعطينا نسبة مشاركة 37.00%، وعندنا 95,100 ناخب فيما يخص الانتخابات الولاية، مما يعطينا نسبة مشاركة ب 35.56%. لاحظ إذن إخواني أخواتي بأن هناك يعني دينامية إيجابية و يعني فرق يعني واضح بين الدينامية اللي عرفوها الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية. ولاحظتم أني أخذت كمرجع الانتخابات التشريعية وليس الانتخابات الممثلة يعني تاع 2017، لأن لا أريد المقارنة بين النظام الانتخابي الجديد في الجزائر الجديدة والنظام الانتخابي اللي ما قبل 2019 واللي ما عنده حتى صلة لا من ناحية التصور لا من ناحية النمط لا من ناحية، يعني معناتها المقارنات تكون نقارن ما هو متشابه في جميع الجوانب، يعني نفس القواعد نفس القوانين نقارنها، ما لكن القوانين مختلفة ولا النمط الاقتراع مختلف، يعني المقارنة ما عندهاش جدية، ما نقولش ما عندهاش معنى، ما عندهاش جدية. وبالتالي احنا نقارن بين الاقتراع اللي سابق هذا في إطار ما قامت به السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات منذ الرئاسيات، والدينامية إن شاء الله يتبشر بالخير، إن شاء الله تكون لنا النتيجة لتريح إن شاء الله الناخبين وتريح المواطنين إن شاء الله يا رب العالمين. شكرا جزيلا. شكرا سيد شرفي على هذه التفاصيل. أيضا لاحظنا من خلال الأرقام التي أعلنتموها تقارب في نسب المجالس البلدية والولائية وأيضا تقارب في النسب المسجلة عبر عديد الولايات، نحن الآن نسأل عن ظروف العملية الانتخابية، هل سجلت هناك تجاوزات أو خروقات سجلتها السلطة ومندوبياتها؟ أنا قلت أصبح تكلمت على مع الصحافة في خلال أنا حدث واحد يعني تاع أحد المؤطرين يعني أخذ يعني المحاضر وحب يخرج بها يعني قبض عليه متلبس بذلك وحل على العدالة ومحل متابعة قضائية الآن. أما خروقات يعني ما سجلناهاش من خلال الناخبين ما عدا حالة واحدة في 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 نظن جلفة ولا مسيلة، أحد المترشحين بدافع لم نطالع عليه بعد يعني ضرب الصندوق الاقتراع وشقه وكذا، وبالطبع هذه ثاني جنحة خطيرة ما يسمحش بها، وحيل على السيد النائب العام ليتصرف في حق. أما باقي الحمد لله يا رب العالمين الأمور راهي تجري بهدوء، حتى المتنافسين لما يكون عنده حاجة يتقدم بشكوى رسمية للسلطة اللي تسجلها، وإذا كان فيه يعني معالجة آنية تكون معالجة آنية، وإذا كان فيها يعني أمور نحيل ذلك إلى تسجيل ملاحظاته وتفصل فيها اللجنة المندوبية فيما يخص يعني النزاعات، وإن كان لم راضي بذلك الطعون القضائية هي اللي تفصل نهائيا في هذه المواضيع. وبالتالي الحمد لله معناتها الناس هي صبحت تحتكم للقوانين، هذا هو الشيء الإيجابي جدا، يعني ما 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 الناس بدأت تحتكم للقانون، وهذه هي يعني البشائر اللي ان شاء الله توحي بان الجزائر الجديده ان شاء الله تكون في 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 كنف الاخوه في كنف الاحترام المتبادل بين المواطنين والالتزام بواجباتنا ازاء الدوله والمطالبه بحقوقنا فيما يسمح به القانون والحضاره يعني اللي راهي تسير كل الشعوب. واضح سيد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، نشكرك جزيلا على هذه التفاصيل وعلى هذه الإيضاحات وأيضا على هذا التواصل المستمر مع الرأي العام لإطلاعهم على آخر نسب المشاركة. إذا كما أعلن فاطمة رئيس السلطة الوطنية المستقلة
أيضا فيما يخص المجالس الولائية فقد بلغت نسبة المشاركة 23.30% وما يعادل 5,526,642 ناخبا في المجالس الولائية كما قلت. وأيضا قد أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بأنه رخص للسادة المنسقين بتمديد أوقات غلق مكاتب الاقتراع وهذا حسب الحاجة وما تظهر من خصوصية على الإقليم وهذا من الساعة 7 إلى الساعة 8 ليتم الفرز بعدها. شكرا جزيلا ولمزيد من التفاصيل ترقبونا في مواعيدنا اللاحقة. شكرا سيدي يعطيك الصحة. الله يبارك فيك. شكرا بالتوفيق. دون 3 ساعات. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم.